الاساس اللي المواطن في الوادي الجديد من الدخل يا اما هل هو موظف حكومي؟ لا، في جزء موظفين حكوميين، بس ابناء الوادي ليهم، لان احنا النخيل عندنا حضرتك كميه النخيل يمكن اجدادهم وابائهم ابو لك 2.5 مليون نخله، في ممكن موظف بس وارث 30 40 نخله، النخله دي بتجيب ورث ورث وهو بيزرع بقى، والده ساب له ارضه والحكومه ساعدته، فهو عنده نخل. النخله دي حضرتك اول حاجه بتجيب 2000 و3000 جنيه لو هي النوع الصعيدي. في نوع دلوقتي الانواع الجديده اللي امر بيها سياده الرئيس، بقى احنا نطور زراعه النخيل، نحط بقى الاصناف الغاليه بقى، المية بقى زي المجدول والبرحي والخلاص والسكري، كل الانواع دي احنا مشتركين مع الهيئه العربيه للتصدير، بيزود ايراد المواطن السنه. يعني انا هي نخله موجوده، بدل ما هتجيب 2000 جنيه ممكن تجيب 10000 جنيه، لان ده الكيلو ده ب 100 او ب 80، التاني ب 10 جنيه، وده نخله ودي هتاخد نار. طيب غير الوظيفه، غير الوظيفه الزراعه حكومي، الزراعه بيزرع في الزراعه دي الاساس، لان هي الوادي الجديد حضرتك لما تسمع يقول لك سله غذاء الرمان، فعلا كان سله غذاء الرمان. احنا السنه دي مطلعين 350 ألف طن متسلمين لصوامع وزارة التموين، غير الناس، في ناس بتاخد طبعا، احنا متوقعين اكتر من 100 ألف طن تقاوت تانية، في ناس بتحجز التقاوت بتاعتها وفي نفس الوقت بتحجز، ان معظم الناس بتخبز في بيوتها فبيحجزوا برضو، فاحنا ممكن انتاجنا لا يقل عن 400 ألف طن قمح. الوادي الجديد بيستهلك منهم قد ايه؟ 35 ألف طن. شوف 400 ألف ده بيتم توريده. دول كانوا ايه بقى حضرتك؟ لو رجعت لسياده العرض، انا كان ساعتها انا فاكر الرقم، كنا ما بنتكلمش 200 ألف طن. طب احنا لما بالتعاون مع وزاره الزراعه ومراكز البحوث والناس بقت وزاره التموين والسعر والصوامع، احنا عندنا صومعتين بياخدوا 105 ألف طن، صومعه في العوينات وصومعه في الداء في الخارجه، وان شاء الله مخطط تعمل صومعه في الفرافره، بحيث ان احنا بدل ما ننقل نودي صوامع المانيا وبني سويف لا يبين خزي، يبقى المواطن لقى ان الكميه بتاعته ما بتضيعش، كان الاول شون وبترمي في التراب والعصافير والطيور والكلام، لكن دلوقتي كل الموضوع في صوامع، ما فيش حد، الشون القديمه والتراب بقى وينص والمزق، ما فيش لحد. طب اين محافظه الوادي الجديد على خريطه الاستثمار؟ احنا بنركز على لما اتنهيت يبقى هات لنا الحقيقه. شوف انا بقول لحضرتك، لك ان تتخيل ان احنا في الاول قلت لك سلطه المحافظه كانت كام؟ ثلاث سنين. الاراضي هناك، كان الاراضي، انا بتكلم بصراحه وعلى هوا الناس سامعاني، يجي المستثمر للمحافظه يقول له خلاص خد ال 200 فدان دول، يروح ال 200 فدان، يروح الهيئه التعمير تقول لا دي ولايتي، الاثار يقول لا انت مش هنا، البيئه تقول له لا دي محميه، المحافظه تقول له دي ارضي، المستثمر يتخانقوا مع بعض، شيء يتخانقوا مع بعض، فيحصل ايه؟ اقعد ياخد بعضه ويمشي، ياخد بعضه ويمشي. وعلى 200 فدان بقول لحضرتك والكلام ده انا قدام، يروح لهيئه الاستثمار يقعد، مع احترامي لحضرتك، لان عايز هيئه الاستثمار بقى عايز يتجمع السته دول، يا جماعه واحد اثنين بيجيب الموافقات، يقعد له شهرين ثلاثه اربعه كلام. فانا الموضوع ده عرضته، شوف في 2017 في مؤتمر التعديات في 9 2017، وخدت بفضل الله سبحانه وتعالى برضه بتوجيهات من سياده الرئيس، المحافظه الطبيعي ان اي عقد ليه ثلاث سنين. انا الارض الصحراويه خدت هنا في سلطه السيد وزير التنميه المحليه تفويض، ان انا يبقى انت هتجيلي مطمن، ده البير بيطلع في ثلاث سنين. طب ايه الحاجه الثانيه؟ الاراضي دي كلها حضرتك سياده الرئيس قال لك 80% لجهه الولايه و20% للمحافظه، يبقى انا ما انت مالكش مشكله، احنا كحكومه مع بعض، يعني الارض انت خدتها تطلع تبع هيئه التعمير، اجيب موافقه القوات المسلحه، ما تكونش اراضي يعني لشؤون الدوله الدفاع، انتوا كمحافظه اللي تحلوا مشكلتنا، احنا نحل مشكلتنا، وندي نيجي بعد كل سنه مع سيد وزير الزراعه مع رئيس التعمير بنقول والله اجرنا احنا 100,000 فدان، في 70,000 في قرار جمهوري لهيئه التعمير، نتحاسب عليهم 80% نحولهم فلوسهم للهيئه، يبقى المستثمر ما يدخلش في مشاكل، يبقى ده طب ما ده من الاول ده عمل ايه ده بقى حضرتك ده بقى؟ انا بقول لك اكتر من 300 ألف فدان تم تاجيرهم، غير 400 ألف فدان بتوع الريف المصري.